يا بختك يا سعدك يا هناك يا اللي هتتفرج على الفيديو ده للنهاية النهاردة، لان احنا هنتكلم على كلمة واحدة وهي اوف، بس هنعرف لها اكثر من معنى وده هيخليك تتطور كتير جدا واللباقة بتاعتك في تحدث اللغة الانجليزية كمان تزداد. اوف ومعانيها الكتيرة، let's start. اول تعبير معانا بنستخدم فيه اوف هو I'm off to، يعني انا ذاهب الى او انا طالع على، بنقولها في الأعمال المصرية كتير. I'm off to Cairo، أنا ذاهب للقاهرة. Or I'm off to Alex، أنا طالع على اسكندرية. I'm off to، وتحط بقى المكان اللي أنت رايح عليه. I'm off to، I'm off to. Off means not working، off means مش شغال. خلينا أديك مثال. Make sure that the electricity is off before leaving the house. خلي بالك او تأكد ان الكهرباء مش شغالة، the electricity is off before leaving the house، قبل ما نترك المنزل. فممكن بقى تستخدمها مع اي حاجة مش شغالة. electricity is off، the air conditioning، التكييف is off، مش شغال، وهكذا. اي حاجة انت طفيها او مش مشغلها ممكن تجيبها وتقول عليها is off. off كمان معناها on vacation، يعني في اجازة. فلما اقول لك ما تتكلمش معايا، I'm off today، تكلم مع السكرتيرية. تتكلمش معايا، don't talk to me، I'm off today، يعني أنا أجازة النهاردة، تمام؟ وعاوز إيه؟ مش عاوز وجع دماغ. I'm off، off يعني on vacation. ممكن تقول بقى he's off، هو أجازة، الدكتور أجازة، the doctor is off، المدرسة حتى ممكن تقول the school is off، مدرسة أجازة، مفيش مشكلة خالص. off كمان معناها أجازة. خلينا نديك مثال برضو في السريع كده. She's off today because she's sick. هي أجازة النهاردة لأنها مريضة. She's off today because she's sick. off معناها فاسد أو أكل بايظ أو أكل فاسد، فبنستخدمها كتير جدا عشان نقول الأكل ده فاسد أو بايظ. For example, the milk is off. أو the food is off، أو the meat is off، يعني اللحمة بايظة، اللبن بايظ، ريحته فاسدة، الأكل بايظ، وهكذا. off كمان معناها not available، يعني حاجة أو شيء غير متاح. زي مثلا هتشوف الكلمة دي كتير جدا لما تخش محلات وتتكلم مع البياع. فمثلا أنت عاوز تشتري آيفون M5. M5 ده عربية مرسيدس، بس ولا الآيفون عندي ولا العربية عندي. المهم، فممكن صاحب المحل مثلا تسأله على الايفون الام 5 ده، فتقول له، فهو يقول لك ايفون ام 5 is off، يعني not available، مش موجود. ايفون ام 5 is off. اخر معنى معانا الاوف النهارده وهو الريموفال او السيبريشن، يعني الانفصال. يعني لما تحب تقول ان في حاجه انفصلت عن حاجه، او حاجه، بص كده ركز على ايدي، انشالت من حاجه. خليني اديك مثال اكتر عشان تفهم. لو عاوز نقول مثلا في خصم 50% هيتشال من الفاتوره، فهقول لك بالانجلش there is a 50% discount off the bill، اتشال من الفاتوره. off the bill، there is a 50% discount off the bill. او مثلا عاوز اقول لك الزرار اتشال من القميص او اتخلع، هقول لك مثلا بالانجلش the button came off the shirt، came off the shirt. بص مش هقول لك لو استفدت شير ولايك وكده عشان عارف ان انت استفدت، انا هقول لك ان احنا في رمضان والحسنه بعشره من امثالها، فتشير هتاخد حسنات كتير. Thank you and wish you all the best.